اعزائي المشاهدين اهلا بكم ومرحبا واهلا بضيوفنا في طبيب على الهواء النهارده هنتكلم على موضوعين موضوع منهم لم يتطرق اليه الحديث في الحلقات السابقه وهو موضوع اهتزاز العين او العين التي تتذبذب في حركتها والموضوع الاخر قد تطرقنا الى موضوع شبيه له في السابق وهو الحول عند الاطفال ولكن النهارده هنتكلم الحول عند الكبار لانه غالبا ما يكون حولا ثانويا ناتج عن امراض في الجسم وقد تشخص هذه الامراض مثل السكر وخلافه لاول مره عند اكتشاف هذا الحول. ضيوفنا اليوم الدكتور مصطفى كامل استشاري ورئيس, ورئيس وحده طب وجراحه عيون الاطفال والحول بمستشفى المغربي بالدمام وايضا الدكتور هشام سلامه رئيس اقسام الحول وعيون الاطفال بمجموعه مستشفيات المغربي بالشرق الاوسط. دكتور مصطفى موضوع مرض الرأرأة اللي هو بيسمى باللغة الإنجليزية النستجمس أو باللغة العامية البلدية الشعبية العين الراقصة أو العين المهتزة ما سبب هذا في الأطفال؟ لماذا تهتز العين بهذه الصورة السبتة في مكانها؟ فعلا مرض الاهتزاز العين أو الرأرأة أو النستجمس يمكن من المواضيع اللي الناس ما عندهاش خلفية كافية عنه عادة بيكون ظهور الاهتزاز او الرئه في الاطفال بيكون ناتج عن سبب من ثلاث اسباب يا اما اذا كان في مرض او مشكله في المخ او الاعصاب وانت عارف حضرتك طبعا ان المراكز الاعصاب هي المسؤوله عن تنظيم حركه العين فممكن اي مشكله في المخ او الاعصاب سواء نتيجه وجود ورم او التهابات او اي شيء مرضي في المخ او الاعصاب يعمل اهتزاز في العين بالنسبه لينا احنا كاطباء عيون اطفال الحول اللي احنا بنواجهه اكتر في العيادات السببين التانيين اللي هم أيه. الاهتزاز الخلقي او الرقراء الخلقيه اللي الطفل بيتولد بيها وبتظهر بعد فتره قصيره جدا يمكن شهور بسيطه من الولاده او احيانا من تاريخ الولاده نفسها ومش معروف سببه وي. العين سليمه ومفيش مرض في المخ بنعمل اشعه مقطعيه او بالرنين المغناطيسي والطفل سليم لكن عنده اهتزاز في العين او رقره في نوع تاني اللي بنسميه احنا الاهتزاز او الرؤى الحسية اللي هي نتيجة وجود مرض أو مشكلة في العين أي. تسبب ضعف النظر زي مثلا وجود مياه بيضاء خلقية أو مرض وراثي في الشبكية أو ضعف في العصب البصري أو أحيانا لو في عيوب انكسار شديدة يعني طول أو قصة نظر شديد جدا وأهمل علاجه يسبب رأرأة أو اهتزاز حسي أو ثانوي في العين اللي بنحب نركز عليه النهاردة هو ان النوعين دول اللي هي الرأة الخلقيه او الثانويه الحسيه دول بنواجههم مش كتير بس بتبقى مشكله بالنسبه لاطباء العيون لانه طريقه تشخيصهم وعلاجهم مش سهله محتاجه طبيب متخصص في طب العيون الاطفال حوالي يفحص العين كويس فحص سليم يحدد زاويه الاهتزاز ودرجتها وقوه الابصار في العين ازاي تقيس النظر لطفل وعنده اهتزاز في العين ليها طريقه خاصه جدا. أه نطمن على فحص قاع العين والشبكيه عشان نقدر نشخص الاول دي اول خطوه في العلاج لو هو التشخيص السليم وبعد كده نبتدي نفكر في طريقه العلاج. تمام. طيب بننتقل طيب دكتور الشام سلامه الحول في الكبار. يعني كنا قبل ما نطلع على الهواء دكتور كنا بنناقش ان الحول في الكبار غالبا ما يكون ثانوي يعني ما هو زي الحول الخلقي اللي عند الاطفال ونتج عن امراض كثيره ترى لو حبينا نقسم التقسيم العام و... الاسباب الهامه التي قد تسبب حدوث الحول في الكبار هي زي ما تفضلت يا احمد القضيه الهامه في الموضوع حول الكبار انه يختلف تماما عن حول الصغار قضيته ايه انه مريض ما يعتبرش مريض ده انسان طبيعي سنه 30 سنه 40 سنه وفجاه جاله حول المريض ده عنده مشكله خطيره جدا ايوه انه بيرى ازدواجيه في الرؤيه اه ليه بيرى ازدواجيه في الرؤيه لانه فجاه حصل له مس الاينمنت حصل له نوع من انواع الحول يعني اللي... كان الامور مش ماشيه على ما على على ما يرام في قضيه حصلت ان العين حصل فيها مس الاينمنت يعني حصل حول زي ما شرحنا قبل ذلك انه ممكن يكون حول داخلي او خارجي او راسي ما تفرقش بقى نوع الحول اللي جاله لكن الحول ده جاله مكتسب فجاه ما كانش موجود عنده من اسبوع من 10 ايام العلاقة العنتين مع بعض وعلاقتهم مع المخ علاقة فيها توازن فيها هارموني من زمان لو مريض أدلت راجل كبير ما عندوش أي مشكلة خالص تمام الحول اللي جاله ده قالوا مكتسب فجأة أسبابه كثيرة احنا نتطرق إليها لكن مشكلة المريض أنه بيرى ازدواجية في الرؤية فمشكلته اصعب بكثير، الطفل عاده اللي عنده حول ما بيشتكيش من الزوايا في الرؤيه، لان عنده ادابت ميكانيزم او عنده عنده صوره من بيتكيف صورة شويه. بتكيف عليها فما يقدرش يشوف ما بيحصلش انه بيشوف الزوايا في الرؤيه. ايوه لكن الكبير عنده مشكله انه يسوق عربيته، انه يروح المكتب، انه يمارس عمله الطبيعي. احنا بنطمن الناس دول ان دول ليهم علاج، في اغلب الاحيان ليهم علاج. علاجهم بيبقى عباره عن حاجه من الاثنين يا اما يحط منشور على النظاره، المنشور ده بيكون عباره عن زي غشاء بيوضع على النظاره مؤقت بيضعوا عده اسابيع لغايه لما الحول بيختفي منه، لان عاده المرض المكتسب ده اللي سبب الحول الثانوي ده بيزول مع زوال المرض الاساسي اللي سبب ذلك، زي ما احنا بنقول ان العين مرآة الجسم مرآة الجسم. تمام. فالشيء الثاني انه لو الحول ده ما اختفاش وازدواجية الرؤيه لم تختفي خلال اسابيع قليله بنبتدي نديله منشور بلد ان يعني في النضاره نفسها. مش منشور مؤقت يتشال ويتحط، لا منشور في النضاره نفسها. وده غالبا بيتغلب على ازدواجيه الرؤيه وبيقدر ان هو يمارس بعد كده حياته بصوره طبيعيه. في قله من الحالات قد يحتاجوا الى جراحه عمليات. امتى الكلام ده؟ لو هو اخذ مده طويله اكثر من ست شهور او سنه والحول اصبح عنده ثابت غير متغير نتيجه وجود المرض الاساسي ولم يختفي. ده نادرا ما يحدث وفي هذه الحالات بيحتاجوا الى جراحه وجراحه الحول عند الكبار لها تقنيه وليها ظروف خاصه تختلف تماما عن جراحه الاطفال. اسبابهم ايه اسبابهم زي ما احنا قلنا انه مشكله في الجسم خاصه ليس لها علاقه بالعين ولكن تعطي شواهد او اعراض في العين, في العين. اهمها الحول وازدواجيه الرؤيه المرضى السكر مرض السكر واحنا دايما بنقول ان مريض السكر هو بي يعني بيجي لنا يقول انا سكري دلوقتي الآن دي 120 140 فاطر يعني مش عالي قوي طب ليه يا دكتور هشام انا جالي شلل في العصب السادس وجالي تاثر وحاول مكتسب وازدواجيه في الرؤيه لان مريض السكر بيرتبط بعدد السنوات وليس بالليفل او مستوى السكر عنده آه في الدم طول المده ودي اهم يعني اللي عايزين نقوله انه مريض سكر عنده مرض السكر في الدم بقى له 15 سنه وكنترولد او او بيعلى حكت. حاجات, شيء بسيطه اخطر عندنا من مريض عنده سكر بقاله ثلاث سنين وعنده ليفل للسكر او مستوى السكر عالي جدا لان مرض السكر مرتبط بعدد السنوات اكثر من الليفل او مستوى, مستوى السكر, السكر. المرضى اللي يعانوا من انزفه في الدماغيه نتيجه امراض معينه حوادث السيارات المرضى اللي يعانوا نتيجه وجود كيس لا قدر الله في الدماغ او في المخ يضغط على عصب من الاعصاب في مرضى عندهم امراض في الاعصاب مشتركه مع العيون، زي مرض بيجي في العضلات والاعصاب المغذيه للعضلات، العضلات الجسم عامة. اللي الوهن العز وهن الوهن العضلات مزبوط العام. مظبوط زي مايثينا جريفيز وغيره، ده المرض ده بيكون مصاحب بتغيرات في عضلات العين، لان كل عين في زي ما قلنا فيها ست عضلات، وبالتالي جزء من عضلات العين اللي اتاثرت من جزء تاثير عضلات الجسم عامة. وبنطلب منهم احيانا انه يعملوا اشعه مختارة بالكمبيوتر او اشعه بالرنين المغناطيسي اللي هي ام ار المرضى دول بيبقى عندهم مشكله قويه قوي أو انه اول ما نقول له المريض ده المطلوب منه نعمل اشعه لاي ام ار اي او سي تي سكان او كده بيفتكر ان في حاجه في المخ خطيره اكيد وبيهرب واضح ممكن ما نشوفوش ثاني ودي مشكله كبيره لانه في احيان كثيره بيكون مريض طبيعي بس احنا لازم نتاكد اكسكلود ان يكون في مشكله خطيره تؤثر على حياته يعني أو الامان والاحتياط مظبوط فكنا ان احنا نطلب المسج اللي احنا عايزين نوصلها ان كنا ان احنا نطلب من مريض انه يعمل سي تي سكان او اشعه مقطعيه بالكمبيوتر او الرنين المغناطيسي مش معناه ان في مشكله خطيره بس لازم يعملها لان هو جاله حول مكتسب فجائي يبقى لازم نتاكد ان ما فيش كيس او شيء لا قدر الله من الاورام الحميده او الخبيثه تؤثر على اعصاب العين او على عضلات العين لازم دي نمره واحد نتاكد منها وبعد ذلك خلاص نقدر بقى نعمل له التحاليل المطلوبه من دم او غيره لنتاكد وجود امراض اخرى مصاحبه تكون اثرت وعملت مشاكل في عضلات العين. جميل جدا. اعزائي المشاهدين بعد الوقفه الاعلانيه القصيره سوف نلتقي مره اخرى طبيب على الهواء وضيفينا